على كل حال هو دعم كذلك مادي للتلميذ أو للطفل اللاجئ الصحراوي الذي يعاني من عدة مشاكل كما يقال. فهو هناك هذا الدعم اللي هو عبارة عن أدوات مدرسية وأدوات للتعلم، هذا يساعد على كل حال في معاناة التلميذ أو الطفل الصحراوي، وهي تهيئة للموسم الدراسي على كل حال العام الجاي إن شاء الله. وهنا نقف الشكر وتقدير للسفارة جنوب أفريقيا بالجزائر.